من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما له تبديلا صدق الله العظيم. زين اليوم في هذا المؤتمر له اللي معدل هذا التكتل المنظمات الحقوقية الشبابية من أجل الدفاع عن الحقوق والعدالة والمساواة. جاء إثر ذي الحادثة الأليمة اللي ألمت بنا إثر فقدان الشهيد المرحوم الصوفي ولي الشين اللي وعدلوا ياك اللي وعدلوا نقر مفوضيات الشرطة في نواكشوط إحدى مقاطعاتها. نختار نقول هون في هذا الصدد له على أن كان الضغط الجماهيري وكانت المنظمات الحقوقية عندها دور كبير في تسقام الطريق للنظام اللي كان هامه يتلاعب على هذه القضية ويلم هذه القضية ولا قبلها الشارع الموريتاني ولا قبلها المناضلين الموريتانيين. وعلى هذا الأساس جينا اليوم معدلين هذا المؤتمر الصحفي ومعدلته هذه الكوكبة الشبابية وهذه الكوكبة الحقوقية اللامعة الموجودة اللي هي اللي ضركاتية في الميدان وهي اللي واقفة وهي اللي صدات الظلم ذهو اللي وعدل في إحدى ولايات نواكشوط الولاية الشمالية عن طريق ذيك المفوضية رقم 2 اللي موجودة في دار ناعم. إذا عن اللي نختصر نختار تو كنت نعطي تعريف عن ذي اللي يخلق عن طريق مفوضية الشرطة على مستوى دار ناعم. هذا المرحوم اللي قال له صوفي ولي الشين تم استدعاه من طرف مفوضية أعلن فم رجاجي سالوش من الدين وانجاب للمفوضية وخلال 3 سوايع على 4 سوايع تم قتله. ظهر لمولانا عن هون ما يحتاج قال التعليم حد يخرص القضية ما يحتاج قال التحقيق يا غير القانون والنيابة عنده مسار على التحقيق لا بد يخلق وكانت بداية القضية على أنه يخلق فيها تميع على أنه هو عنده وقعة صحية وعلى أنه عد خلق له وفي الأخير نين وقف الشعب الموريتاني وقف هذه القضية وقبلته بعجالة وكانت القضية فيها تم إعطاء رئيس الجمهورية الخطوة فيه وكانت القضية ذكية واضحة للناس كاملة ولا تليقد ولا ظهر لمولانا على الشعب الموريتاني يا الله تلي يتخلى عنه ننفوت يتم محاسبتك الجنات ما هي اللي محكومة هون غير ذيك اللي مرادك الناس أخرى اللي محكومة يا الله تود الشعب الموريتاني والمناضلين الأحرار والمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية منها والدولية والإفريقية يا الله تود هذا الصدد هذه الكارثة يا الله يود مطروحة لحساب. وهذا هو اللي اخترنا اليوم خلال هذا المؤتمر الصحفي نتكلموا عنه وجزاكم الله خير ما لنا مطولين وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر امري واصحح لساني يفقه قولي. انا بدوري كيف ما قال الرفيق والاخ هذا التكتل من الحقوقيين اللي ناشطين في الميدان الوجوه الشبابية اللي قابلة على عواتقها عهد بينه وبين الله تبارك وتعالى بإعلانها مصرة على تغيير الدولة الموريتانية من تغيير دولة موريتانيا تقليدية إلى دولة عصرية من تغيير دولة موريتانيا اللي معروفة بالظلم إلى دولة موريتانيا معروفة بالعدالة. هذا هو العهد اللي قابلين على عواتقنا واللي نحن كاملين متوافقين عليه واللي مصرين عليه. شاكر جميع الموريتانيين وجميع الموريتانيات اللي وقفوا من بعيد والله من قريب وساندوا في قضية مطالبة العدالة والإنصاف لأخونا ورفيقنا الشهيد رحمه الله الصوفي ولي الشين. أراجي من جميع الموريتانيين وراجي من جميع الحقوقيين وجميع قادة الرأي العام والوطني والدولي على أنها تتابع للملف وتحكموا بهمية زايدة وتحكموا
بعدا لازم تطبق فيه العدالة إلين يوقف القانون على مجراه. قال نختار نقولوا ملي له الموريتاني على خارج أمور دي قد يفرضها الشعب بإرادته، قد يفرضها لين عود ما هو خايف من الموت ولا هو خايف من التعذيب ولا هو خايف من الحرمان ولا يبكي على الوظيفة ولا يدور الدرهم ولا يدور شين دار في اللبنة. هذا ولين قد نقيروا به موريتاني، وهذا راجيه من الموريتاني يعرفوا علن لن يقير الله ما في قوم حتى يقير ما في أنفسهم. وبالتالي قايل الرئيس الجمهورية مشي له الرسالة خاص بها رئيس الجمهورية محمد أحمد والشيخ القزواني على أني شاكر على ذيك الخطوة المهمة اللي فرض على ذيك العصابات اللي موجودة في الدولة الموريتانية ما بيتخلي العدالة تمشي. غير قايل له على أنه كحقوقيين وكشباب وكبناء ذي البلد على انه الين يمشي قدام في العدالة على انه مالنا نحن مولينا بقاو اللورا ندور نشو قدامه يقير العدالة حد لا يطبقها ويعرف على الشعب الموريتاني وياسر من الزمن يرضخ تحت المظالم، يرضخ تحت العنف، يرضخ تحت القتل، يرضخ تحت التعذيب، يرضخ تحت النفوذ اللي يستقل باسم السلطة. يعرف على انه لابد ان يطبق العدالة به اللي ذي الوجوه الشبابية ما يتراجع عن العدالة ولو إذا كلفتها دماء. باللي شايفين على بلدنا علينا أناس كيف شعوب العالم كامل اللي يقيروا، كيف شعوب العالم كامل اللي يقيروا بلدانهم اللي لحقوهم قدامهم على مظالم ولحقوهم قدامهم على حرمان ولحقوهم في قصاء. يقير بمبادرة الشباب لأن الخير كله في الشباب والشر كله في الشباب. راجي من عند القوة الموريتانية من عند بياعة كسكس البياع المساوي للبوزاوي المولى البوتشيك عندهم يتوحدوا ولا تلاوي عدل مختشي يقد يخالفهم يعرفوا عن الملا هي العين بياضها ما يسيب عنك حالها. يقير عودوا مطبقينها وعودوا يعرفوا عن الموريتاني اللي يظلم فيه الكوري والله البيضاني والله الحارطاني والله السونيكي والله بولاري والله العبد والله زناقي والله معلم. يلا نوقفوا نصطفوا معاه بقد النظر عن الاختلاف العرقي وبقد النظر عن اختلافنا في اللغة. مصدر قوتنا هو الوحدة الوطنية والإيمان بالدولة الموريتانية. هذا هو مصدر قوتنا. مصدر قوتنا لأننا نعود نطالب للعدالة للجميع. يقير مولي مشي رسالة أخرى وعد رئيس الجمهورية لأنه في أثناء اتخاذ ذا القرار تعود تداس كرامتنا نحن كحقوقيين ويعذب أخونا ورفيقنا رئيس حركة صار تغيير محمد لميسك على أن من الجين بذاك وعلى أن نورو نرفعوا دعوة قضائية ضد بيك الناس اللي عدلت الولاد بلي لا قدر الله كان خلق له ذلك خلق للصوفي والشين باش لا يبروا النلا وباش لا يبروا الأمن وباش لا يتبروا الدرك وباش لا يتبروا الناس اللي فعلت في هذا العمل المشين اللي راعي مازال طارح الفراش. راجين على أنه ذاك الملف يجروا على الملف الأخر. اختار نقول له الموريتاني كاملين اعلننا لازمنا من التوحد الين تعود للدولة وخاصة برئاسة محمد احمد والشيخ القزواني هما طبق العدالة ننعتولوا علينا الشعب وندوروا لا العدالة ولنعود المهام وطبق العدالة ننعتولوا علينا الشعب لا هي نفرضوا العدالة وعلينا الشعب لا يقهر به اللي ما نقهر قدام موريتاني ولا نقهروا قدام على موريتاني فرع يتمون عارجة موريتاني فرع يتستقيم. سمعنا خطاباته كاملة اللي قال خطابات كانت بناءة وكانت تخدم الوحدة الوطنية. يقير يا الله يتلبها الفعل وتفعل وعلينا لين تفعل ندرنا احنا ما نبقاو اللورة. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أولا أراني شاكر أخوتي اللي تكلموا قدامي وقالوا ذاك اللي نبقوا نحن نقوله وقالوا ذاك اللي يبقي الشعب الموريتاني ينقال. ونحن اليوم قاعدين هون في المؤتمر الصحفي ياكن وصلوا رسالة الشعب الموريتاني ورسالة المظلومين كاملين لموريتاني ولا يقولوا عن هذه الحادثة النكرة السيئة اللي عدلت في بلدنا ونعرف عنها ما هي أول حوادث يعدلوا
يا غير الحادثة فضحت الأمن الموريتاني. منين يعود إنسان لاهي جاي ماشي ويدخل على البوليس وينقتل؟ الخبيط منين يعود شاي من شرف كدي لهرب منين؟ معناه عن نعرفه في أوروبا لين تجبر مشكلة ترفن على البوليس يشوف يا غير هون موريتاني لين تجبر مشكلة فرصة عليك تموت لا يترفن على البوليس لا يتموت ولين ما ترفن عليهم لا يتموت معناه عنك ما عندك وجه لا يتقيسه. واليوم لا يقولوا عنا نحن واقفين هون ورسالة لا يمشيها الواحدين من القوقع اللي ما يعدلوا شي ولا يبقوا الناس تعدل شي. نحن هاو الشباب لنا 20 سنة في الساحة نبططوا ونعذبوا ولا أنا قابلين انه نشقلوا ولا أنا قابلين انه نحلوا شي ولا يكفينا واحد قد يعدل كتاب قلاقة ما مخلص عليه. معنى عنا اللي ماشي فيه صادقين فيه ولا مخلصنا عليه رقاش. وذيك الناس التم داخلة في المناطنين وتسجل وتسجل كلام لدمية في الجماعة وتسجل على نقدة وتسجل على هذا. نحن ذا اللي نقوله ولا يقوله واضح. ذيك الناس دي واحدة في ذاك جينا قاعد تسمعوا من قريب ونحن أصلا نقولون أنا خايفين وش ما فيهم ما يخلصوك الناس يخلونا احنا نوصلوا لهم يودوا هما يبقاوا لهم وقياتهم ونوصلوا لهم نحن اللي يودوا لهم هما يودوا ما تعبوا. ولا نقول للرئيس الجمهورية اليوم اللي اعلن فيه بعد ان يالت قضية صوفي بعد ان يخلق فيها التحقيق وتخلق فيها العدالة حازوا الامن واختطفوا واحد منا نحن مجتمع المدني وباتوا يعذبوه ولا نعرف ولا نعرف منين نين عادم على الصباح عدلوا له ملف وتزرقوا عند وكيل الجمهورية وجايين ورافدين ونحن من عند وكيل الجمهورية قالوا إذا ما رأيت علاش نحكمه أنت إذا ما رأيت علاش يحكمه يا قير قلوا مجرمين اللي جابوه لك قلوا إذا من آدم كنت تبطوه منين وكنت تعذبوه منين وإذا علاش تعدلوه له. ونعرفوا إحنا عن محمد لمين سك بعد أنه مناضد صادق وصامد يوقف مع المستضعفين كاملين كيف تدري المناطنين كاملين وبالتالي ذلك يعدل له غلب ونحن رافضينه وندوره. ذاك القرار اللي قاله في قضية الصوفي والشين ينقاله في محمد لم يسك بل ان يخلق التحقيق في قضيته لانه مازال طريح الفراش ومازال لحمه يتحتت به البط. والنقطة الاخرى لا ينقوله بعد ان نحن الشعب الموريتاني بعد ان صبرنا الجوع وصبرنا الظلم وصبرنا العبودية وصبرنا كل شيء من الخزو في موريتانيا صبرناه يقير القتل ما هنا صابرينه ما هنا صابرينه. ولا نقول شعب الموريتاني كاملين بعدنا نحن نمثلهم كاملين وعلنا نحن دافعين تحت مشاكلهم كاملين وعلنا قضية الصوفي ذو الشباب ما قد يعدلوا فيها ما ذاك اللي دور الشعب الموريتاني اللي هو العدالة. وأعلن المجرمين القتلة اللي كردوا في التحقيق ضرك يالتهم تبرك صورهم لأن نحن أولادنا واحد منهم سرق بوش ربع من قاز يعدل له صورة وتعدل على لوح وتصورت ومشى على فيسبوك ليلة الأولى وتصبح الناس تخرصها كاملة اللي يجي برقم الحبس الصبح هو ما يقدر يخرص حد. لماذا ما يعدلوا لهذا قتله ذا هو اللي انتظروا بعد اننا نعرف القتله ولا نقولوا ما ندوروا قضيتهم قضيه من ادم اللي اكترفتوا سنين لدفعوا الثمن واحدين ما هم كاترينه ويعرف يعرف ذا الوكيل ضرك محمد الامين والباري بعد ان القضيه جاتوا في المحكمه وعلى ان عقب نعرف بعد ان ذوك التركه ما هم كاترين ذوك التركب مالي قضيتهم شنهي ذوك التركب اماتهم وبواباتهم وواحدين من اولاد موريتاني ما قد يعودوا محبوسين في الحبس يعودوا على جريمه ما هم مرتكبينها وعيط لهم وقال لهم انتم ما همكم عادلين الجريمه لماذا اصلا ما ينطلسوا ويجبروا حقوقهم لانهم التركه وثبت عليهم القتل وانتشروا صورهم ياكن عودوا من الصيفين ياك نعود نتكلم عن الشعب الموريتاني كامل
واي قضيه فيها ظلم نحن قضيتنا، ما ندورو حد يخلصنا ولا ندورو حد يعطينا شيء، ومتحدين متحدين اي حد في الدوله، لا جهاز الامني ولا جهاز الحقوق ولا جهاز المدني ولا جهاز القضاء ولا حكامه ولا ولاته، ايهم قط جانا قبل دخلنا عليه بيروه وقبلنا ما عنده فضل، والله رشانا، والله ناقشنا معه على مبادئنا، هذه قضية بالنسبة لنا قضية حقوق الإنسان، قضية مبدأ عندنا كي الدين وكي كل شيء، مسلمين مبدأهم الدين، المسيحيين مبدأهم المسيحية، نحن ملي كمسلمين موريتانيين مبدأنا حقوق الإنسان، وعلى أننا نتقذى منه يقير بالسلم بالسلم. هاي القضية خلقت كاملة لين وفات ما فينا حد خبط حد بحجرة، لنضر نحن لصاحبنا طريح الفراش، نحن هم اللي وعدنا قاسم. لماذا ترك الصغيرين يعودوا يساركوا بالحجار؟ ترك الصغيرين حسوا حتى ذو البراعم حسوا بعدين ذنب ظلم، بعدين قتلهم للراجل بعد انه منكر من الفعل، وعلى انه ما يتواسى، وحتى تركت المدارس، ترك اللي ما زالوا عندهم 7 سنوات يعرفوا عن مريد بوليس دار النعيم ده كترة الصوفي ولا شيء، ولا يكبروا ويدافعوا عقولهم. نحن ما نمابين عن بناء موريتانيا، ولا نمابين عن تخليق العدالة، يقدر تخليق فقتها ما يعودوا يلملموا الملفات ويعدل لهم ذيك أمور اللي يعدلوا هما، لأن محامي ينظرك تكلموا معناه أن خلقت خطوات فما يصارح القضية. ويالتو يعرف أحمد الشيخ والغزواني يعرف عن بعد أننا نحن حقوقيين وولاد البلد، وعلى أننا ما أنا مفتصلين معي القضية ولا القضايا لا يجو عاقبها ولا يجو سابقة إلي تتحقق العدالة والمساواة أمور التالي. ولا نقولكم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما في انفسهم، واي حد قال شيء خاسر، قال مولانا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، ونحن ظلمنا وقايلين عن لا للظلم ولا للقتل ولا للتهميش. والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نحن اليوم في ذا المؤتمر الصحفي اللي معدلينه ائتلاف شباب حقوقيين، نختار نعرج على عدة أمور. المسألة الأولى فيهم هو حول قضية الصوفي والشين الله يرحمه. طالب الناس كاملة على أن توقف وقفة ترحمية على روح الشهيد وقراءة الفاتحة. شكرا. راجل لهم عند الله عز وجل الرحمة والغفران وجنة والرضوان، وكذلك راجل للأخ اللي تم تعذيب، وراجل للشفاء التام اللي هو محمد الأمين عثمان سك. يا غير البداية لأن نبدأ شوي في حول قضية ذا الملف، ملف محمد رمي، ملف صوفي وللشين، ملف قبضته جميع ابناء موريتاني
ومناتها بقايت الأهمية. والصيفة اللي دخل بها رئيس الجمهورية أنا مذمن هالو كناشط حقوقي، واللي فات وطاحنا واللي عدلنا نذمنوا ذي الخطوة الطريقة اللي مشات بها القضية ومشات بها الملف. يا غير نعرف عنها ما فات وفات، ونعرف عن الملف وكلف له وكلفت به مدة، وراجينها على انها لا تحقق فيه العدالة بإذن الله تعالى. يا غير لأن أكدوا الرئيس الجمهورية معنا منين شكرناه على واجبه على النملي ندور نصداولو إنيني همو على النوت اللي قارطنا في قضية ملف المرحوم الصوفي والشين به اللي كيف ما قالوا الإخوة اللي تكلموا قدامي عن هيئة المحامين لا تكلموا شوي ولا شاروا على شويات راجعين على أن يقلب عليهم، راجعين ذوك الأمور عن يقلب عليهم، وعلى أن إصرار رئيس الجمهورية إصرار رئيس الجمهورية أنه يتم عليه حول الملف أنه يتم عليه وعلى أنه يواصل بالله اللي نحن متأكدين من ذم مدة ما هي والله وضاحت لنا عن ذم مدة ما هي مخلية رئيس الجمهورية على أنه يشتغل وعلى أن ذلي يقول ما بين ينفذوه بالحرف الواحد. يا غير نحن لهم بالمرصاد ولأننا قابلين ذيك الأمور اللي تنطوى ما ذات ثبتت القضاء والله بت فيها القضاء بطريقة واضحة وبطريقة ترضي الموريتانيين بالعدالة والشفافية. موريتاني ما مطالبين شيء ما هو العدالة، وإذا ذبتوا منين خاضوا في قضية المرحوم الصوفي والشين، وذبتوه منين يوم الصلع عليه ذبتوا على موريتاني على انها متخاوية على شعبها متخاوي ومتلاحم ولا فيه اللي عنده بغضاء. يا غير المشكلة هي في النظام نفسه، يا غير راجين على ذيك الأمور عنها لا يقلب عليها، ونحن متعاونين وقابلين ومادين يد العون ياكن يقلب عليها، ما ندوروا منصب ولا ندوروا مال، لا هذا واجبنا منين درنا روسنا في ذا البلد وعدنا ندافعوا عن حقوق الإنسان، واجبنا كمسلمين، واجبنا كمواطنين على أن نساعدوا في بناء دولة منتشرة فيها العدالة، وهذا هو اللي نختار الشرع عليه في ذي النقطة. ما يخص مدة وهذا راني شرط عليه في تدخل الماضي على أن مدة جاءت هذه الفاجعة الأليمة اللي قطعت قلوب الموريتانيين، وهو قتل رجل بريء جاء مقاطر المفوضية جاها فوتو ومشى عنها ميت، نفس الوقت تجي عليه قضية المناضل الشريف محمد لمين عثمان السك، لا ينقولوا النظام ولا ينقولوا أجست الأمن اللي متباركة مع درع وتصفية للمناضلين الحقوقيين على أنهم واهمين في ذاك اللي متباركين معاه،
واعلنا احنا ما يقدروا يصفونا، واعلنا ما يردنا التعذيب، واعلنا ما يردونا الاحباس، واعلنا مواصلين غير مواصلين فيه ان يتم تحقيق العداله والمساواه، ويشوفوا الموريتانيين ذواتهم كاملين في هذه الدوله اللي ما يكبر من من من, من يعني تخلق فيها العداله. ثم ياسر من التهديدات شفناهم وحسسنا بيهم، ياكن هم يذلونا يا قارب دي ما هم راديننا، رانا لين نقول لهم ذل من بط عنا رقاش يختار يردنا على انه يطبق العدالة، رقاش يبقى يسكتنا يطبق العدالة، رقاش يبقينا نشتغل معاه ونعاونوه بأي الصاشي يسوى شنهم يطبق العدالة. وتوف خارقة قضية، خارقة قضية مهمة، و لا نقول عني بعد قاعد شاكر هذو الإخوة أو المنصات اللي معانا هون بهم اللي نقدروا نستثناوهم من 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 ذوك هالمنصات الإعلامية اللي قيبت آراءنا تماما في القضية، قضية الصوفي والشين وقضية محمد الأمين عثمان السك ويوسر من قضايا الوطن اللي مؤلمة واللي فيها تظلمات. يا غير اكتشفنا عن عندها ايد بإدارة لمن، وعلنهم يصفوا تصاريح ذوك النشطاء الحقوقيين كاملين وما بين يخلوهم يعودوا للواجهة. يا غير لا نقول لهم ملي عن إذا مشاو ذوك يشوا وحدين أخرين، ونحن مستندين على الله عز وجل، ولا أننا خايفين ولا ما نخوف ولا نطمع، نخوف لا بقوة القانون، وتطمع قاعدة ما هو فيه أخوتي ما أكبر شيء من يطبق القانون ويجسد على موريتانيا كاملة كله يشوفه. احنا مساويين فينا الابيض ولا كحل ولا اصفر ولا كامل سياني، واذا ذبتوه الموريتاني وشاكر الموريتاني شاكرهم حتى على كسرة شوكة النظام اللي يلعب عليها واللي يلعبوا عليها واحدين اخرين، اللي ذبتوا الموريتانيين عن ذا اللي يقول تقول النظام وذا اللي يقولوا واحدين اخرين عنه موحد، عن الموريتاني واحد ولا بيناتهم شيء، وعن اللي يظلم واحدين متقنبرين في الدولة ومتقنبرين بالنظام، وهذا موجهينه الرئيس الجمهورية وعنه يقبض الإجراءات اللازمة في ذا الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مانلين دنيو ين يب كتنك كتورة مكسوتة. دسنت يالناك دجلي تيون أنتي. دلنا وقت ليني دتشي. ماي عند بولانك كبير. نخ ليني دال برك ديم بكونك تسنكو. دوم مرتني. جدو تدك يا رو تدك. بوليس ولا رايلا. dara ko no comité mourtane yep guen manifesto ñu tek ci ñaari fan biñ ci tege ñaari fan ñu jëlat benen suñu benen dom japp yobbu 24 heures xamuñu fu mu nek door yalla mo dogalu rek mu dey ex sa jullitu yalla li deug la li metti na ci ku nek sa bir dekk te mëno gis sa bop legui dañuy ñaan yar ñaan ñepp ñu man ko nek ben ba suñu doom ji ñu ray ñu jot akam rek lañu soxla ki nga xamé ne ma nga teud man tojo te kenn faalé ko dafa wara jot akam dañ ko wara xol ndax dañ ko don ray
nak li lan moko waral ñun ñepp ben lañu ñun ñepp ben lañu ñu wara manko nak nek ben demb nangu won nañu li tay dotu ñu ko nangoti manatu ñu chaque jour ñu japp kenn ci suñu njabot ray ta kenn du wax ta ñi def musiba bi kenn ci sulé kenn wonewulé kenn waxulé ta bu fekkone ko xamé na dafa sacc même bu dé ben bouteille evian ñu photo ko def ko ci facebook pour quelle raison ñu mëna ray en tant que jël nit ci bir kërëm yob ko commissariat ray ko ta kenn man taxam kan la lool mom dara gënu ko metti ñongi ñaan gouvernement bi ak président bi mu def ligéyam ba ñu xam ñi ray sauvé wu di seen ñaan lañu lool rek lañu sopp بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يقول لقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا تقتلون وقالوا قلوبنا قلبا بل لعنهم الله بكفرهم هذا كانوا بني إسرائيل على الاختيار أولا صرح كان احنا حقوقيين واقفين من الدين بل يخلق الأخونا وزميننا السوفي والشيء نختار مشي رسالة دول الموريتانية بويقين نحن نقول أن دافئين عن دور حق الصوفي والشيء بويقين ما الدين وجودنا وكاشحين وجودنا الفوق ما أننا خايفين ولا أننا طامئين بويقين نحن نعطي وجودنا بويقين نحن نعطي الكونفرنس دي لابريس يا غير بانو عندنا ما تدين على حد يا غير بانو اللي قايل لا هو اللي نقوله كل وقت يا غير بانو اللي نقوله لا هو اللي خلق نحن كنا نقولوا بأن الدولة نيتود ما فيها الوحدة نيتود ما يبين فيها الحق اللي قال الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما ايوه نحن وين جينا اليوم لا هي أولا نقولوا أن الملف الصوفي والشيء بل ما نفتصل معه ما نفتصل مع ملف الصوفي والشيء ملف صوفي والشيء نقتل في النهار ما نقتل في الليل قاع كان نقتل قاع في الليل ونقتل في النهار ونقتل عن كوميساريا دار النعيم ونقتل كتلة بشعة ونقتل كتلة أسفا اللي ما قدروا عبروا عنها وقفنا نحن على الإعلان واللي قلنا بقلنا الراجل اللي كاتلوا واخونا الناس اللي كاتلينه بالصورة يعطوا ساميهم ويقدموا وعد المحكمة هم اللي بعد مخالطات نسموا واحدين يكتبون عنهم أهل كلا على أنهم هم قاعدين لا يسامحون هلو قدر إذا قصامحون هلو قاعد نبقى نحن الحقوقيين ما لا يسامحون خالق شيء تعدوا المخابرات ويعدوا الناس اللي هامة تخلط بين الموريتانيين شوفوا هاي قضية الصوفي ما هي قضية بوليتيك هذه قضية واضحة حتى علماء اللي اصلا ما يرهبوا حتى رهبوا فيها والفقهاء رهبوا فيها به اللي وهي واضحة ما تلحد يجديد المهم نحن مهدين بالاعتقالات اعتقلونا رغمنا خايفين من الاعتقالات رغمنا خايفين من الاحباس نحن اللي قايلين نحن ولاد موريتانيا واقفين سلطين الضوء على حد ظلم ما أننا لا ينخلوه ولا أننا ينسقطوا عنه لو الواسان عدلوا كونفرنس دو لا بريس نعتن وجودنا بويقين نحن نقولوا بان العداله دي تطبق بويقين نحن نقولوا لا كاشحين وجودنا ما اننا خايفين ولا اننا طامئين واليوم ماشي نداء للدول الموريتانيه بل اننا تطرح لا جوستيس ني تطرح لا جوستيس نحن كو نوزون دو جينيس اولاد موريتاني طبعا نختاروا لا ذا اللي في نحن اولاد موريتاني ولا نقدر نقول اوصل من موريتاني
اذا نحن اللي ندور ما لنا مشكل ما لنا شايفين الشعلة رئيس ولا شايفين الشعلة شايفين الشعلة ايش شايفين الشعلة ندور الحق يبين شاكرين رئيس الجمهورية على المبادرة اللي عدل على الوقوف اللي عدل يا يعني نقول لك نحن نبغي ما نفتصل معك ما عدلت اللي قلت لا بد تعدلوا نحن من وراك واليوم انا شاكركم جزاكم الله خيرا Assalamu alaikum à tout le monde, à tous les militants et militantes, à toute la population mauritanienne dans sa totalité. Nous sommes là aujourd'hui pour assister à une conférence de presse organisée par le collectif des jeunes défenseurs des droits de l'homme sur le problème du feu Souvi qui a été assassiné sauvagement dans un commissariat de police au niveau de Darnaïm 2. D'abord, nous présentons nos condoléances à tous les Mauritaniens et à toute la Oumma musulmane. Et nous sommes là pour rappeler aux autorités, mais aussi rappeler au peuple mauritanien et à tout le monde que le cas de Souvi est loin encore d'être réglé. Nous dénonçons la lenteur de la justice. Souvi a été assassiné le 9 février. Nous sommes aujourd'hui le 19. Ça fait 11 à 12 jours qu'il a été assassiné et le peuple est assoiffé de savoir la suite de son dossier. Nous remercions le président pour l'acte noble qu'il a fait, à savoir le fait de demander à ce que la transparence soit assistée et soit faite sur son autopsie. Nous le saluons. Mais nous demandons au président de la République, Monsieur Mohamed Cheikh Ghazouani, qu'il n'a qu'à continuer sur la même voie. Que le peuple est content de la première procédure qu'il a entamée. Et il doit continuer pour satisfaire son peuple, mais aussi pour soulever très haut la tête des Mauritaniens et des Mauritaniennes. Parce que Souvi, c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être assassiné ou d'avoir été assassiné de la sorte. C'est quelqu'un qui a toujours plaidé pour l'unité nationale. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la différence entre le noir et le blanc. Souvi était un fils digne de la Mauritanie. Souvi était le Souvi de tous les Mauritaniens. Tout le monde l'aimait. Et je pense que le jour de son décès, la terre mauritanienne a tremblé. Du petit enfant jusqu'au plus âgé et dans toutes les régions de la Mauritanie, tout le monde pleurait Souvi. Et le jour de l'enterrement de Souvi, nous avons remarqué une véritable unité nationale autour de sa tombe et même lors de la prière au niveau de la mosquée Ibn Abbas. Donc tout le monde regrette aujourd'hui la façon dont Souvi a été tué. Et je pense que les autorités et les gens concernés doivent faire vite pour dire aux Mauritaniens d'abord quels sont ceux qui ont assassiné Souvi. Nous savons que, comme l'ont dit mes collègues, à chaque fois qu'il y a une bouteille de viande qui a été volée ou un simple bic qui est volé par l'un des enfants mauritaniens, le même jour, leurs photos circulent et défilent sur les pages Facebook, mais aussi sur la chaîne nationale de la Mauritanie. Et pourquoi pas, jusqu'à présent, les gens se demandent quels sont les assassins de Souvi et on n'arrive pas à les identifier jusqu'à présent. Je pense que le premier pas a été bien fait, a été salué, mais nous avons besoin de la suite. Et nous n'allons pas nous taire devant ce dossier.
parce que le cas maintenant est plus d'être un cas familial. Le cas de Souvi ne peut pas être politisé. Souvi a été assassiné, c'est un enfant de la Mauritanie, un fils digne et cher aux Mauritaniens qui a été assassiné. Et nous demandons tous à ce que justice soit faite sur son dossier jusqu'à que les assassins soient punis et conduits donc en prison. Ouais. Donc, deuxièmement, je voulais parler un peu, vous allez m'excuser, de cas de notre frère Mohamed Lemisek, qui lui aussi a été pris par la police. C'était lors d'une manifestation qui a eu lieu devant le commissariat de Darnaïm 2. Les policiers l'ont kidnappé, ils l'ont torturé à mort et ils l'ont jeté devant une brigade de gendarmerie. Son cas est critique aujourd'hui. Il a été hospitalisé à l'hôpital et jusqu'à présent, il est couché malade et gravement malade. Donc nous demandons aussi à ce que la justice soit faite sur le cas de notre frère Mohamed Lemine Sek. Nous ne l'oublions pas. Donc Mohamed Lemine a été torturé par la police. Je pense que les autorités doivent aussi prendre en compte ce dossier et mettre la lumière sur les criminels qui ont torturé Mohamed Lemine Sek. Donc, en tout, pour finir, je remercie tout le monde et je fais savoir aux Mauritaniens de ne jamais oublier Souvi, de ne pas laisser tomber le dossier de Souvi. Donc, nous continuerons à militer, à lutter et à dénoncer jusqu'à ce que la justice soit rendue à notre frère Souvi, mais aussi jusqu'à ce que les criminels qui ont torturé notre frère Mohamed Lemine soient identifiés et reconduits en justice. Je vous remercie. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. السلام عليكم الجمهور الكريم. راني مسلمة على الناس كاملة، وراني اللي خلق موريتان الناس كاملة شافتو شيء عندنا حتى، ورانا صوفي ما أنا مخلين دوسياتين كفاية وما أنا اللي نقبلوه بيالي هاي العدل وما هو صالح ولا يعدلوا حد. ورانا شاكرينكم كاملين مولي اللي قايمين مع أخويا اللي معدل هذا الظلم اللي مو فايت حد محمد المسك، وراهو تاكي مو قاعد يقوم ولو قاعد يعدل شيء. وهذا نختاركم انتوما كامل الحقوقيين وشاكرتكم كاملين توقفوا معنا. ورانا هو من نفسه قال ما هو مسامح به، ونحن ما ورام اللي اخوته واخواته ما لنا سامحين باللي هاي العدل ما يعدلوا المسلمين ولا يعدلوا اليهود كاع كادن ما يعدلوا. يا الاحرق لنا موريتان جمهوريه موريتانيا الاسلاميه ما يعطوهم اللي يعدلوا هذا. وراني شاكرتكم. سابق السؤال شوي، سابق السؤال شوي مهم. أولا رانا باقي فينا بعد خوتنا ذوك في حركة انبعاث الانعتاقية يرى اللي وقفوا في القضية وبلاوا فيها بلاء حسن وعدلوا فيها شي ما يقدر يعدل من النضال. لأن رانا اليوم باط ما أحضر منهم حد، وراهما جزء منا ونحن جزء منهم لا يتجزأ لأن ذي القضية كاملين، ورانا باط منتظرين منهم على قلة حضور حد منهم. شكرا. مرسي. هون أسئلة من منبر المجلس الأعلى للصوت الشعب. كيف معاملتكم مع انحراف الملف في بداية الحديث؟ شكرا. نحن اللي انحرف الملف في بداية الحديث اللي انحرف واللي أولا أعطاه وكيل قال عنه سبب وفاة المرحوم الصوفي للشين قال انه وعكة صحية. ما تعاملنا مع ذاك لان ما نتعاملين معاه باللي ذاك الوقت نحن عندنا الدلة الثابتة على ان الصوفي متعرض للتعذيب، وعلى انه اللي متعرض من التعذيب الشنيع التعذيب الخطير. ولا ذاك اللي قالوا هما ما صنتنا له به اللي كل عادة هو اللي كانوا دائما يعادلوا الموريتانيين يتوفى ونقر مخافر الشرطة كحادثة 92 اللي وعدلت مع محمد والجبريل رحمه الله
اللي والدته مت بيبي اللي مات بمفاوضية الكسر ما نعرف ذلك كان رقم واحد والله اثنين اللي مات بالصدع بالكهرباء وبقات مسألة وندفن معاه الباسو ومشات برودا على الكرام صابت مهب الريح وهذا تعودت عليه للأسف السلطات الأمنية الموريتانية وبالتالي قضية المرحوم عند منين جينا وعلمنا بها أول شيء بدأنا فيه قضية علينا نقبلوا الأمور كاملة وتعود الأدلة موجودة وإثباتاتها ولين فاتوا ما قالوا ذاك التصريح وعرفنا علينهم طابين على مقالطة مليك العدل هو اللي شارنا الصور اللي ظهرت فيها تعليل الفقيد الصوفي والشين اللي فيه مرتال واللي فمه ماشي من الدم واللي كانت الصور ذيك واضحة من خلال التعذيب وواضحة من خلال ذيك الأمور وبالتالي كان مولي تعاطي الحقوقيين وتكاتفهم وتواجدهم كاملين ومساهمتهم الأساسية البناء وصمودهم قدام الباطل كان يجعل على جميع الموريتانيين يلتحقوا بهم وعلى الدولة فرض عليها تقبل إجراءات حقيقية للعدالة وللمساواة موازية غير موازية للإجراءات اللي كانت عندها الأولية وبالتالي أرانا طالبين مولي على ذاك القلط يا الله يصحح ويا الله ينعرف الأسباب اللي كانت جعل عن ذيك المقالطة هما تمرر على الشعب الموريتاني مر الكرام من كان وراها وشن هي أسبابه باللي في بيان عدلت النيابة العامة وفي بيان عدلت إدارة الأمن وهذه الجهات الثنتين كانوا مسؤولة عن ذاك البيان اللي عدلوا واللي واخذوا وطالبين متابعة فيه ولا بتصير كان طالب طبيب شنو تقرير الطبيب اللي هو خاله قال عنه بيه صحية والمفوضية قالت عنه طايح من الوتر وهذا كان فهم ضغوط مالي إجراء على أسرة الضحية وفهم تشويش داخل حركات الحقوقية لتصدات هذه المواجهة شنو وردتكم في هذا الحمد؟ السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للضغوطات اللي خلقتها أسرة الضحية كان فم عمل بوليسي مخابراتي ندس في صفوف المناضلين والمناضلات على مستوى الميدان وذلك كان شغلة وزارة الداخلية وجواسيس وزارة الداخلية وتم متابعة تلك القضية حتى وصلت عشرات الجواسيس المنزل الضحية وكان فم ياسر من الضغوطات عن طريق الدولة العميقة الموريتانية وذيك الناس اللي ما تخلي العدالة تمشي بصفته وقضية ملف التقرير اللي عدل الطب ذاك تقرير كان مقالط عشوائي وعدل مبدئيا عن طريق الطبيب اللي جاته جثة بداية وصدوا عدل ذاك التقرير بدل يلا يعود فمات اسكانير وهوكم موضح القضية باللي هو فيه كسور في الرقبة يلا يعود فم اسكانير والله أبسط شيء رجو ليتوضح لك على الفمات الدقديق في الرقبة وقضية التقرير اللي عدلت الشرطة على انه طايح من السيارة وكذلك ومعروف على فم ملابسات اللي خلقت نقر المفوضية ونقر مكتب المفوض براسه وذي كامل الذي بانت في التحقيق والناس مزالت متابعته ظهر لي ملان هاي القضية اللي خلقت مع صوفي وليشين واضحة للعالم برمته يشقال الدولة الموريتانية يقال كانوا فهم ضغوطات من أولاد الخيام الكبيرة أولاد الخيام الكبارات وذا مرفوض والمناضلين ما هم قابلينه ولا نرينا قبله مولاي مراني الحمد لله الصباح مدير الناشر بموقع المسيرة الإخبارية أنا اللي سويتهم عن منطقة بالنسبة لهم قالوا على أنه خالد واحد يقال الدنبور الدنبور هو اللي سال من دلالة لا يقال الدنبور الدنبور هو اللي سال طرين الشف الصوت وهو المقدم من الشكوى من درايك كانت متهمه دنبو اذا شفته والله ما شفته بالنسبه لدنبو نحن ما شفناه ومشينا نبحثوا عنه نهارنا الثالث مشينا نبحثوا عن هذا الراجل اللي قال له دنبو وظهرنا مولانا بالنسبه للكوميساريات اللي جينا كاملين نبحثوا عن قضيه دنبو لين طلعت التقرير اللي وعدل فيه اسم دنبو وفيه حال دنبو هي اللي عرفنا ان دنبو مجهول من عن طريق صديق عنده في كوميساريه القصر ذاك الشرطي اللي موجود في كوميساريه القصار هو اللي جايب ذاك الراجل اللي قالوا دنبو
بالنسبه لدومبا يا كانوا يسالوا صوفي والشين ما فات اثبت لنا، يا كانوا ما يسالوا ما فات اثبت لنا، يا غير شكايه محرره عن طريق ذاك الشرطي اللي موجود في كوميساريا القصار، وهذا هو اللي عندنا. اوكي، هذا السؤال الاول. يا قائد بالنسبه للمنطقه، هو صوفي والشين قال على انه طرحها غادي هوته وتليفونه و500 الف اوقيه جديده، في نفس الوقت اللي يطالب ب 800 الف. هذه اولا نختير نقول عن بالنسبة لهذا هذه القضية اللي خلق فيها ياسم المقالطات. يا غير الشارع الموريتاني وضغط الجماهير والحقوقيين الموريتانيين الشباب اللي عندهم الكفاءة التامة على ما مخلين حد ينظلم، هم اللي ردوا تمييع هذه القضية من بدايتها حتى اللحظة. إذا نبض الشارع الموريتاني، المخابرات الموريتانية عدلت رسالة من أجل إياك أنها تعرف نبض الشارع الموريتاني شو معدل وشو مواسي، وفي الأخير ظهر لها عن صمود المناضلين ومطالبة بالعدالة والمساواة المزاد لا موجود. صوفي والشين قضيته واضحة، هو خلى طبعا 50 ألف، ما هي جديدة، 50 ألف قديمة لي خمس. قال بعدها 50 ألف أوقية جديدة. إذا صوفي والشين اللي مكتوب عنده 50 ألف أوقية، ما هي 500 ألف، هي لا 50 ألف. يا غير ذاك مقالطة، يا غير ذيك مقالطة انطرحت فماتي في هو حتى في المحضر، التاريخ المحضر ما هو صالح في الشهر الرابع. إذا أنفخلي في ياسر من الأخطاء اللي ناس تابعتها كاملة، يا غير اللجان الثلاثة اللي رئيس الجمهورية على إنهم يلا يتابعوا الملف، هم اللي يلا يوضحوا لنا خيط، يوخذوا لنا خيط من كبه بين هم هريت لجان، على الأقل يدل على شيء. هذا يدل على إيش؟ يدل على فرصة لهم يفهم واحدة من اللجان الصادقة في اللي ماشي. السؤال الأخير، وين هي وزارة الداخلية وكل هذا؟ شكرا. شكرا. نحن نعرفوا على ان فم امور وزاره الداخليه قام متهمه باللي الامن تابع لوزاره الداخليه، هي 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 ما هي ما قاعده تقول شيء باللي لا تقول. في الوقت الحالي نحن ما مصدقينه على عده معايير، على عده اسباب. على ان لو على ان وزاره الداخليه كان عندها عمل تتبعي قانوني تفعيل للقانون الحقيقي، ما تعود الدوله الموريتانيه في ضمن التخبط فيه في الوقت الحالي، ولا يعود الامن فذا من الاستهزاء بالامن والاستهزاء بالمفوضيات اللي تنقبض لهم الناس اللي مجوبه تقد تعود ما هم التجربه. ولا فهم ياسر من اعلن الدوله عندها نظام وعندها قانون ويجب احترامه باللي قال في جميع الحالات اللي قلت انتم افترضناها خالقه، وافترضنا على المرحوم رحمه الله يسال الدين شن هي علاقته بالمفوضيه، وشنو المفوض علاقته به، ولماذا يتقاطع لي، وشن اسباب الدقوق، وشن اسباب جابت العنف. فبالتالي الدوله ذا هو اللي ندوروا نحن دائما نطالبوا كحقوقيين بتفعيل القانون، نطالبوا بتفعيل القانون على المفوضيات. يلا عودوا فيهم لا اولاد موريتانيا، غير اولاد موريتانيا اللي كفاء عندهم الكفاءه وقراوا القانون ولا يطبقوا القانون، وعلى القانون يطبق ياك يعود دبوس على اي انسان يسوى ايا كان، يقر ما يقد عود القانون يسر على الضعفاء ومطبق على الضعفاء وعلى الأقنياء وعلى الناس اللي ذري من الشعب الموريتاني وقوات بالشعب الموريتاني ممتلكاته تعود فوق القانون، القانون الذي لا ينطبق على الجميع لا يحترم. هي الدولة ما تطبق القانون على الجميع، ما لا يحترم حد ولا هو أساسي ولا هو مهم. خارج مرحلة اليوم الشعب انهض وفهم، وهذا الشباب قابضين على عواتقهم وتعهدا لله تبارك وتعالى ومع الشعب الموريتاني ومرقنا الصدقة عن أعمارهم للشعب الموريتاني على انجمائهم وأفكارهم ولحمهم وماهم عاطين للشعب الموريتاني لين تطبق له العدالة وتمرق موريتاني بوتاقة العصابة اللي موجودة ما بيتخلي دورة القانون على أنها تخلي. ذم عصابة هي اللي ما بيتخلي دورة القانون على أنها تخلي، وذيك العصابة نحن لها بالمرصاد وندور ونتم متابعينها 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 لين تعود ما تلات عندها مكان في السلطة، بلي لين تخلق دولة العدالة ما تلا عندها فيها مكان، بلي يرجعي بالفوارق الاجتماعية ويرجعي بتخويف الموريتانيين بعضهم من بعضهم وجايب استهداف الموريتانيين بعضهم من بعضهم. لماذا يعود الشاب مثقف وإطار وكفر كيف الفقيد المرحوم الصوفي والشين وعنده أفكار نيرة شهدت بها الموريتاني كاملين كيف جميع الحقوقيين، لماذا يعود يسال الدين؟ لماذا يعود يسال الدين والدولة فيها رجالة واكل المليارات ما تستحقها؟ بانتم الدولة
معناها عندنا نحن مطالبين بالعدالة ولا رجعة في ذلك. هو لا يوجد إلا الموريتاني. شكرا. بالنسبة آخر مزرعات الملف، ملف نحن كحقوقيين تمينا متبعينه إنين بدؤوا دخلوا اللجان اللي يكلفوا وعلى رأسهم المدعي العام في تحقيق حول القضية، وعندنا لها متابعة عن بعد يا غير من الساعة اللي قبل ذاك المجرى، وما زلنا نراعوا فيه ماشي بالطريق المستقيم. احنا مخلينونين يوصل للنيابة وفهم في المحامين نحن في اتصال معاه حول القضية ونعرفوا عنه، ما متصلين به ومقابلين أخباره، ما حده ماشي مسقم ولا نعجالة بنا للقضية يدور يطبق فيها القانون بإذن الله. والله نحن لا نلتحقوا بالصوفي يرحمه إن شاء الله. سؤال تفضل. تفضل. السؤال وياي محمد ناجي وكالة المسيرة الأنباء. قضية الصوفي هي عندي عنها قضية بين الصوفي أفراد من الشرطة. إن عاد هذه القضية قضية أفراد من الشرطة ترونتوا مع أفراد الشرطة، والشرطة هي اللي قالت بيانها عن الصوفي شوف بوحكة صحية بيان على الفيسبوك، معناها بيان مسؤول عن الإدارة دائماً على الفيسبوك، أتراهم عن هذا التحقيق اللي خالد واقف ماشي لا يعود نزيل، والشرطة هي اللي قالت عن الصوفي وهي اللي قالت عن الصوفي بها تبعكة صحية، زايد على ذلك حتى عن كلام وكيل جمهورية مولي كان داعم ذلك مولي نفس اللي عندنا لقاش مات وكيل جمهورية ساوي يعرف اسمه هو يعرف نين يشوفه، وأعطاهم مولي بيان جاي مولي من عند الطبيب، والطبيب مولي قال عنها وعكة صحية. أولا أنا شاك عن يارت تتم مطالبة مولي بذلك الطبيب، شاك عنها بعد عن يلا يعود من الناس اللي مشمولين في الملف ويشملهم التحقيق، وحتى قاعد وكيل الجمهورية عنده ما أكبر القانون إذا عاد نفس اللي قال عن الصوفي شنجالو توفى بوحكة صحية عن هذا اللاحق مع أنه لا يعود طرف القضية، وخاصة ما مات على أخبار محوري ما مات على عن 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 التحقيق إذا عاد ينقلع، لماذا ما طالب عن التحقيق ينقلع عن الشرطة ينقلع من الداخل. زين زين شكرا على السؤال. السؤال كان في غاية الأهمية، به اللي ذكرني بنقطة كانت مهمة و لا نقول لك عن احنا كيف ما تعرفوا كاملين كيف ما يعرفوا الموريتانيين، عن في دولة تعرف لا انتهاك القانون، وهذا من جلته تصريح وكيل الجمهورية والبيان اللي عدل الطبيب وبيان وزارة الداخلية وزارة إدارة الأمن، هذا من الأسباب اللي عدل المواطن الموريتاني ما يفلى مطمئن لقضية الملف. يا غير اللي نقول عن احنا قضية الملف عنا ذاك اللي ذات قال في السابق عنه هما بروسهم كذبوا روسهم إنين عدلوا التشريع وصردوا نتيجته وثبت عنها جريمة قتل من طرف الشرطة. كان الشرطة هما السبب، وعلى أنهم كانوا ذاك مازال في التحقيق. إحنا نعرفوا عنهم طالبين برأس الحرب برقاج المسؤول اللي عدل الصوفي يجي بعد قاع المفوضية دار نعيم اثنين وهو ساكن في الرياض. هذا مطالبين بعد ان الشعب الموريتاني دول يعرفوا كامل، مطالبين الشعب الموريتاني كامل مطالبين بين احنا كحقوقيين. يا غير مولي مطالبين بعلن هذو اللي جانوا عدلوا يعودوا فيهم جميع ابناء موريتانيا، يعود يشوفوا فيهم موريتاني مكونة من جميع موريتانيا، ياك تعود عادلة ياك تعود عندهم مصداقية. انت
انا نحن هاو نقبل اركاتيه ونمشي ونعدوا روايه اوكاتيه ونجر وحدين اخرين ونقول لهم كذا مصداقيته شن بلا مصداقيه يا غير مصداقيه على انه الموريتاني يمثلوا في هذو اللجان لو عدلوا اللي عدل رئيس الجمهوريه ولا عدلت وزاره الداخليه وعدلت وزاره الصحه وعدلت اداره الامن يلا يمثلوا فيهم يلا ملي حد كامل قريب من ذي القضيه كيف لا بوليس عنهم ما يعودوا طرف التحقيق بلي القضيه فيها لا بوليس لا بوليس طرف القضيه ما زالوا يلا يعود القضيه طالبين من ذا المنبر عن لجانها على انهم يرموا وعلى ان تندار فيهم جميع ابناء موريتانيا لا ينسمي هون الاسم بيضانها وحراطينها وكورها وسرقلتها وبمبارتها وهذو كاملين موظفين في الدولة وهذو كاملين في الأمن في الدولة معناها أنه ما يقدر ينقص منها حد بسبب عنها لجنة وتوه ليتن دار واحدة إيش هذا لا من هذا لا من الظلم اللي دائما نتكلموا عنه وهذا بعض هي النقطة المهمة والأساسية اللي ساقتني لهذه النقطة. انا السؤال اللي يطرح لي قضيه التسريبات قضيه اللي نعطيه ابا والمبيري انا لا نختار نكمل السؤال اللي طرح على الرفيق محمد البركه نفس السؤال اللي طرحت تسمع ما هو طرح السؤال ما هو التسريبات قضيه ملف بيان لعدله المتناقض تناقضات البيان شوف نحن ما فهم شيء يضمن لنا بعدا لا يعود تحقيق لا يعود حيادي ما فهم شيء يضمن لنا ولا عندنا قناعة بعدا التحقيق لا يعود حيادي بين ذا اللي فات خليك وذا اللي انفرض كامل ومرق من وكيل الجمهورية على انه يتكلم الشعب الموريتاني وهذا لان كل ما قال في السؤال بعدا الطبيب اللي كان طالع هذيك الليلة اسمه فلان ولا الشيخ ملعيني كان طالع في طب زايد ذيك الليله وطا بيان الوكيل الجمهوريه وطا لاداره الامن مع مدير وكيل الجمهوريه والطبيب مختلفين يا خير متوافق وكيل الجمهوريه واداره الامن بعد انه طايح من الوتر وهو قال عن موته طبيعيه معنى عن والشيخ ملعيني ذا اللي كان طبيب يالت تتبرع منه نقابه الطباء لان خلق تشريح ووضح بعد انه فم كسور وفم خنق وفم ياسر من الامور هي اللي ادت ان الضحيه يموت وهذا والتحقيق اول شيء ما طالبنا فيه بدايه من زلنا في الميدان بعد ان وكيل الجمهوريه طرف الاول فيها لان هذه الولايه تابعه له وعلينا الصوفي والشيء جاي من بيكات تابع الولايه الغربيه وهذا معنى عنه قضية الدين قاع تعني قاضي والقاضي جالس البيكا معنى عن نحن ما لنا متأكدين بأنه لا يعود شفاف ولا لنا متأكدين بأنه لا يعود ما هو شفاف يا غير العض لحنش يخلع له لحبل تو بداية جبتوا لنا وفي النهاية ما نعرف شو تجيبوا لنا السلام عليكم ورحمة الله راني مسلم للجماعة كاملة متحدث سيد همات النظام ناشط سياسي منو؟ سيد همات النظام ناشط سياسي يهتم بشأن الأمن الوطني والدولي بداية قضية الصوفي أنا واحدة لأن نحن كامل متفقين لأنه مقتول بغض النظر عن تدخل في التفاصيل قيل وقال وكل أمور نقارب أن نتأكد نحن مبدئيا أن هاي راجل مقتل هاي وثبتت طب وثبت يعني التشريح اللي خليك كامل سليم وانا سؤالي طرحه نختار نعرف يعني حالا انتم كحقوقيين يلي مطالبين به بالضبط هو شنو كانوا محاكمه هاي الناس يعني مستوى المحاكمه اللي تقول شنو منظر ان كانوا مصورين مولي كان هم خلفيات والله هم مد وراء هاي الشخص اللي طاع تعليمات ان نقولوا الصوفي ادلوا كذا وكذا وكذا منظر كانكم مطالبين ان ذاك الشخص يوخونا
يعني نحن حالا سمعنا بأن الكوميسار والواسو وإيض جماعة السلطة واسو بواب منظر نفتر عرف من هو وراء ذاك كوميسار اللي قام بالقضية. ها هو السؤال الأول. والسؤال الثاني، منظر أنتم كحقوقيين أنتم ثقة في مجال الأدالة المرجالة تنطوروا منها نتيجة محاكمة هؤلاء، ما علما أن هاي الناس نافذة وراها مدة قوية وراها جهات قوية في الدولة، منها جنرالات ربما، منها ربما قال رئيس جمهورية ربما، معناها ما هي مدة سهلة لقيت تحاكم. ونحن كاملين كمدة تعرف موريتانيا وتعرف قانون موريتاني ما عندنا ثقة تامة في الأدالة الموريتاني. إذا شنو هي الطريقة وشنو الوسيلة لقيت نحن نضبط بها لاعي النواب من أجل أن الأدالة تلف؟ نحن ما عندنا ثقة في الأدالة. سليم، شوف الأسئلة الاثنين اللي طرحت ظهر لي مولانا على اجوابهم قاع واضح للشعب الموريتاني. وقضيه العداله ما عندنا بها ثقه، العداله عندنا بها ثقه يا قرم، طالبين تطبيق العداله كما هي. ما خارقه دوله ما عندها ثقه تامه بعدالتها ان وجهت بالطريقه اللي يلا توجه بها. هذه نقطه. النقطه الثانيه اللي انت طرحت قضيه مقتل الصوفي ولي الشين على انه معروف على انه مات، يا غير ذي اللي خلق ذوك اللي مراه منهم. نحن قلنا على ما مقتصرين على هذه الشرطة اللي انكردت، والله هذه التسعة اللي انكردت، والله هذه الستة اللي انكردت، والله هذه السبعة اللي انكردت، يا غير مطالبين برأس الحربة كما شرع لي زميل، ومطالبين حتى لو عادوا أولاد الخيام الكبارات احنا مطالبين بها، أولاد موريتاني الأعماق نحن مطالبين بالعدالة. ونثيقوا تمام الثقة بالعدالة الموريتانية إن وفعلت. والنقطة الأخرى اللي نحن دائما في حول هذا الكونفرنس بريس المؤتمر الصحفي نختار نقول عن لولا الكراطة العيش ما لولا العيش الكراطة ما تخلق، نختار نقول أن لولا ضغوط الشعب الموريتاني والحقوقيين إذا الملف يمشي مميع في طريقة اللي الناس كاملة تعرفه يا غير حسب الضغوطات. وإحنا بدأنا ذلك من اليوم على أن ما نخلين الملف يضيع، ما نخلين تو يضيع هو عندنا. شكرا الأخوة. مسألة سؤال، تفضل. خلوا بعد آخر سؤال بين الناس راح لي يدي. إضافة شوي. تفضل. أظن عن هذه الحالة من الطبيعي عن الدولة تدخل فيها تدخل قانون واضح. من درع كانكم أنتم معايا عن هذه الحالة ما بات تعدل فيها، يحتاج على الرئيس قاعد يشكر عن هذه، عن الرئيس هذا دوره عن مسألة طبيعية. المدة قاعد عدلت هذه الجريمة الكبيرة. من الطبيعي عنه يعدل قاعد فيها، اللي عدل قاعد فيها لحد الآن. عنه تعخر قاعد انه ما هو كذب، ما ترى معي عنه. شكرا رئيس، ما بقى عاد يلا حقنا قاعد والله قاعد ما يلا قاعد يشكرني عن هذا دوره ودور كل اللي قاعد عليه. شكرا. فيما يخص سؤالك، هو فعلا شفت الدول والقانون اللي طبقوا اللي فعلوا الشعب هو اللي لين يطالب بالقانون وعود مصر على تطبيق القانون، مصر على تفعيل القانون. لازم القانون يطبق، لأن إرادة تطبيق القانون تجي من قدرات الشعب ومن العمل الشعب ومن وعي الشعب على أنه يطالب بتطبيق القانون لأجل أنه يعرف أن الدولة تبتنع على الكفر يا غير ما تبتنع على الظلم. فبالتالي هون مسألة هي في بيها بالفصل في سؤالك اللي قلت على من درايه كان تذمين خطوة رئيس الجمهورية واردة، والله ما هي واردة. كانت تحتاج للتقييم، والله ما تحتاج له. كانت تحتاج للشكر، والله ما تحتاج له، تحتاج له بعض. والسبب والمبرر بالنسبة لي على هذا ما قاعد تخلق كالعادة. نحن كحقوقيين عدلنا واجبنا كحقوقيين، والشعب الموريتاني عدل واجبه ومطالبته بالعداله. يا غير لين يقعد رئيس الجمهوريه ويقول هذا الملف تشكل له أذلة لجان ويطلب من وزير الصحه على انه يدخل في اسرع وقت ممكن ماشي مسيون الدوله، وعلى تشكل للجان الثلاثه وعلى انها تبدا التحقيق ولولا عادي يشمل هو وجوزته على انه يا الله يمشي ولا فهم تجاوز على القانون. هذا شيء يذمن يا اخي الكريم، يلا يذمنه الموريتاني. ونحن لسنا معارضة من أجل معارضة، نحن معارضة من أجل الإصلاح، نحن نوالوا من أجل الإصلاح. نحن المهم عندنا إصلاح الدولة الموريتانية،
ما أن معارضة ولا أن موالاة، يقدر ندور العدالة إلين تطبق العدالة وتمشي العدالة نحن معاها حيث ما هي، إلين تنحرف العدالة نحن ضد أي شخص ما عنده العدالة، ضد أحزاب اللي ضد العدالة، ضد الهيئات اللي ضد العدالة، ضد النظام اللي نعود ضد العدالة، ضد معارضة اللي تعود ضد العدالة. يقير من لا يشكر الناس لا يشكر الله، رؤساء موريتاني لا عياو يأخذوا وتخلق قضية تظالم وتمر عليهم مر الكرام وبيابس يباوس تجابوا معاه ويخلق ضغط ويبا يتابت خلق الاستجابة معاه. وهذا من هون من ذا المنبر من سؤالك شاكر جميع الحقوقيين كما شاكر جميع الموريتانيين وشاكر أسرة الفقيد وخونة رحمه الله صوفي والشين وقايل جميع الموريتانيين علينهم يستبشروا وشاكر لسوزيني وشاكر جميع دول العالم اللي وقفت معانا في ذي المحنة. يقير قايل هم اللي علينهم يستبشروا خيرا على ذو الحقوقيين وذو الشباب قابلين على عواتقهم على الدولة الموريتانية ما تلاقوا مفتصل معها دون ما تفعل فيها القانون الحقيقي الفعلي، وخاصة للعصابة المنحرفة بالسلطة واللي ما يمخليها الموريتانية تقاربوا ولا يمخليتهم يقدوا يتعايشوا ولا يمخليتهم يقدوا يعرفوا على الدولة الموريتانية على دولتهم جميعا وتسيعهم جميعا وعلى أكثر منهم كاملين وتقد تحميهم كاملين ويقدوا يعودوا عند حسن الظن كاملين ويخلق فيهم الثقة الحقيقية بينهم كمواطنين كمبدأهم في الإسلام كمسلمين وإسلامهم إسلام واحد. علينهم يجب عليهم علينهم يجيروا ايد في ايد من أجل دولة العدالة دولة المساواة دولة الازدهار لتعيش موريتانيا حرة مزدهرة مستقرة آمنة ولتبتعد العصابات ولنكبر على العصابات ولتكون قطاعة مع العصابات وقطاعة مع النافذين في الدولة الفاشلين اللي ما قطعوا قدموا فيها عمل أساسي ولا مهم. والسلام عليكم ورحمة الله.